خاص فتحنا هذه عامين، وفي إطار هذا العمل ديال هذه المصحة كنديروا جميع الاختصاصات، ولكن كنحاولوا يكون عندنا واحد ان سنتر ديكسيلونس في أمراض ديال القلب والشرايين، لا بالنسبة للرجال الكبار، لا بالنسبة للأطفال، لا بالنسبة حتى للعائلات الحاملات. بعض المرات كيمكن يكون عندهم جنين عنده تشوهات قلبية، دونك كنديروا حتى لو دياغنوستيك بخيناتال. هاد العمليات الجراحية عمليات صعبة من ناحية التقنية، وكتطلب واحد الكفاءات كبيرة ومعدات كبيرة. والحمد لله احنا عندنا في هذا المستشفى الخاص باستور عندنا جميع المعدات ديال القلب وديال جراحة القلب وديال القسطرة وكل شيء موجود. التجارب الدولية دائما كتكون مهمة بالنسبة لأي مؤسسة، وحنا حاولنا من الأول باش نخلقوا هاد الشراكة مع أطباء معروفين على الصعيد العالمي في المغرب في فرنسا. عندنا هاد السيمانة طبيب جاي من إسرائيل من أكبر الاختصاصيين في جراحة القلب والشرايين ديال الأطفال. عندنا واحد الأستاذ غيجي عندنا هنا من نونت من فرنسا. يعني عدد من الأطباء في واحد المستوى عالي كيخدموا مع الأطباء ديالنا، يعني ما كيجيوش يخدموا بوحدهم، هما كيخدموا مع الاطباء ديالنا. وملي كيخدموا اونصومبل كتكون واحد ليشانج، يعني كل واحد كيجيب داكشي اللي كيعرف ليه وكيقدموا في صالح المواطن. والهدف من هادشي كله هو باش هاد الاطفال والرجال والنساء يستافدوا بالعمليات الجراحيه في لو نيفو انترناسيونال. هذا هو الهدف ديالنا. سورتو كيف كتعرفوا بان حاليا عندنا هذا المشروع الوطني ديال الناس ديال لو غاميد اللي دازوا في التغطيه الصحيه، ودابا عندهم التغطيه الصحيه 100%. يعني ملي كيجي المريض، وهذه حاجه مهمه بالنسبه للعائلات اللي ربما يشوفوا هذا البرنامج، هو الطفل ملي كيدخل، وحتى الرجل الكبير ولا السيد المسن ملي كيدخل، يعني عنده تغطية صحية كاملة وشاملة سان ديباسمون. يعني ملي كيجي المريض كنشوفوا بان عنده الحقوق ديالو مضبوطة، وكنتكلوا على الله. وهذا حاجة مهمة بالنسبة للمغرب والمغاربة. عرفتي هاد الأمراض القلبية أمراض مزمنة، والعمليات الجراحية الثمن ديالها غالي بزاف، عادي حتى الناس اللي خدامين داكشي ما يقدوش، تلقى عمليه كتسوى سي تري شير. وهاد التغطيه الصحيه في الحقيقه سي اكستراوردينير بالنسبه للمغرب. انا اللي دوزت واحد 30 سنه ولا 33 سنه في الخارج، بالنسبه لنا هذه خطوه كبيره ومهمه بالنسبه للمغربي بطريقه دفاسون جينيرال. هلو الخدمه الصحيه، احنا عندنا هنايا ان اوبيتال بريفي فيه جميع الاختصاصات، ولكن حاولنا كيف قلت لك في الاول باش يكونوا عندنا دي سنتر ديكسيلونس، يعني كاينين بعض الاختصاصات اللي كنحاولوا نكونوا فيها على الاقل في واحد المستوى ان بو ميو كو سكيا سور بلاس. شكون هما هاد لي سنتر ديكسيلونس؟ لا كارديولوجي، حنا خدامين على القلب، امراض القلب الحمد لله حنا غاديين فيها مزيان، كنديروا القسطره، كنديروا الجراحه، كنديروا اللي خصو لي زيكوغرافي، اللي خصو لي زيبروف دي فور، كنديروا جميع توسكي عند، كنديروا لي زي ار ام كاردياك، يعني توسكي اللي كانت الحاجه ديال القلب كدار هنايا. زياده على هادشي عندنا واحد لو سيرفيس ديال الانعاش، كنظن يعني في مستوى عالي، راه ربما ملي شفتو. وكاين عندنا اوسي ان سنتر دو تروماتولوجي، يعني الناس اللي عندهم تهراس ولا اللي عندهم المشكل ديال الورك ولا المشكل ديال لو جنو، كندير لهم لا بريز ان شارج. يعني هذا هو. وانت كيف شتي، راه كاين عقاعات عمليه كثيره، كاينين لي شومبر كبار، كل واحد وشنو علاش قد المستوى ديالو. كاين اللي عنده، اللي ما عندوش امكانيات كياخذ اون شومبر عاديه، اللي عنده امكانيات اكثر كياخذ اون سويت. المهم كنحاولوا باش نعطيو للمواطن احسن ما يمكن في لا بريز ان شارج ميديكال ومن ناحيه ديال الجراحه. Dr. David Mishali from Israel, and we just finished
We just finished a very big operation of a little girl that has a very complex heart problem. It is one of the most complicated surgery at all, but especially in congenital heart surgery. She had two different complex anomaly. One is called tetralogy of Fallot and the other is complete AV canal. And the combination of these two anomalies make the surgery very, very complex. And we just finished it, a very long operation, but it looks very successful. This girl was almost, she didn't have any future. She would, I think she would survive just a few months. And now we hope that she can survive for as a normal people, as a normal, completely normal. هاد العمليات الجراحية تدخل في إطار برنامج عمليات القلب المفتوح التي أطلقها المستشفى الخاص باستور مع مجموعة ديال الشركاء من أجل إجراء عمليات قلب مفتوح لمجموعة ديال الأطفال اللي تزادوا بتشوهات خلقية. التشوهات اللي في المجمل ديالها هي تشوهات جد جد معقدة، وكانت عمليات تتطلب واحد الخبرة واحد الدقة. إذن هذا البرنامج هذا اللي انطلق السنة الماضية واللي حقق لحد الآن نتائج الحمد لله جد طيبة. والإشارة هذه العمليات الجراحية أغلبية ديال المستفيدين منها فهما أطفال من أسر اللي كانت تستفد سابقا من الرعاية الطبية راميد، واللي تحولوا للنظام التغطية الصحية أمو تضامن، حيث المستشفى تتكفل بباقي مصاريف العملية. إذن تتكون بريزون شارج توتال.